Alors, كتابي المفضل سمرقند لأمين معلوف. الممثلة المفضلة عندي هي جوليا روبرتس. حبي الأول طبعا ككل المراهقين يعني لي تلميذ كان معايا في مدرسة كنا صغار. المكان اللي نبغي نمشي له هو القدس، ولو أنه يرمز إلى الصراع والحرب اليوم، كنتمنى أنه في يوم من الأيام يكون هو المكان اللي يرمز للسلام والمحبة واحترام حقوق الشعوب.